إذن تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 بعد تغلبه على نظيره الإيفواري بهدفين لصفر من توقيع اللاعب نبيل ضرار في الدقيقة 25 والهدف الثاني من توقيع اللاعب مهدي بن عطية في الدقيقة 30 من عمر المباراة ليتأهل المغرب للمرة الخامسة في تاريخه إلى منافسات كأس العالم. وقد جرت أطوار هذه المباراة الحاسمة بملعب هوفويت بواني بأبيجان برسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفية المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لنهائية كأس العالم روسيا 2018. إذن ألف مبروك إلى أسود الأطلس بهذا التأهل التاريخي. احمدي مبروك عليك. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. الحمد لله الجمهور كان معنا وديما مغرب. الحمد لله. طيب فيليسيتاسيون ان باركور. ميرسي ميرسي. سي سي اون غروند فيكتوار. اون سافي سي اون فينال كي فالي غاني اون لا في. الحمد لله اون لا في. رشيد رشيد اليوم مغرب. نبيل الله يبارك فيك. مبروك للمغرب كامل وللشعب والناس اللي جاوا يشجعونا. راني مفتخر بهذا الشيء. pour moi c'est plus qu'un rêve. ça a débuté petitement parce qu'on avait fait deux matchs nuls mais on a progressé et aujourd'hui les garçons ont sorti un match j'espérais même pas qu'ils puissent sortir un match comme ça quand ça a été la solidarité elle a été exceptionnelle. voilà c'est tout et merci à tout le public qui s'est déplacé comme ça. on a la personnalité de champion maintenant. C'est fabuleux, on va savourer et puis après on verra après. Merci.